دكتور احمد بن علي النائب الاول للرئيس بمجموعه اتصالات، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. دكتور احنا حين في قسم التنقل الذكي، يعني انا اشوف هناك سيارات تنقل ذكي فيها سيلف درايف، احنا سيارات نخاف منها، هاي المره جايبين لنا طياره. شوف يمكن الطياره هذه خاصه يعني فريده من نوعها، هي تاكسي طائر مربوط بشبكة الجيل الخامس، في نسبة أمان كبيرة، خاصة أن الجيل الخامس الاستجابة تكون جدا ضئيلة والسرعة عالية لنقل البيانات، فما بتخاف أن تكون يعني فيها خطورة. طبعا جودة التنقل هي أهم شيء نهتم فيه نحن في تقديم خدماتنا. نشوف أن يعني التاكسي الذكي أو التاكسي الطائر عبارة عن تاكسي يعني كهربائي، تقدر من خلاله أن تطير 4 أشخاص، وأيضا تروح إلى سرعة كبيرة توصل إلى 290 كيلو متر بالساعة. لا شك أن عندنا حاولنا أن أيضا التنقل الذكي أن في السيارة الذكية أو السريعة اللي متوصلة دائما بشبكة الجيل الخامس، اللي على أساسه تروح بسرعة كبيرة ذاتية القيادة، ونفس الوقت أنت تقدر يعني خاصة البي ام دبليو، عشاق البي ام دبليو يحبون يسوقون السيارة بنفسهم. أيضا بالتنقل الذكي يعني عندنا حين الحافلة الذكية اللي ذاتية القيادة باص عندها نطالع على نقرب الباص، خاصة الحين بالتنقل يعني خلينا نقول الجماعي، الباص بدون سائق بيكون له احتياج كبير، خاصة في التنقل بالمجمعات أو بالأماكن يعني خلينا نقول سكنية، هذه سوبر ماركت، بدل ما أنت تروح وتتشرى أنت تطلب سواء كان أونلاين وتجيلك يعني الأشياء اللي أنت طالبها، أو أنك تختار تكون عندك السيارة سوبر ماركت جاء عندك عند الباب وتطلب تأخذ منه الأشياء اللي تبيها وتحاسب بالمحاسبة الإلكترونية. هذا عبارة عن مطعم الوجبات السريعة اللي تقدر تأخذ منه وجبات سريعة بنفس الوقت، الفلافل الأشياء المجمدة تكون بجهة، وعندك المشروبات موجودة بجهة ثانية، تطلب الخدمة أو الأشياء اللي تبيها ويطبخ لك إياها نفس الوقت. نشوف هنا الطباخ الذكي يسوي لك الوجبات، مطبخ كامل يسوي لك إياه وجبات. كنا مسوي صالونة، هذه صالونة شوفها ما يندر شو اليوم بيغدونا. فهي كل أشياء يعني تسهل عملية الوصول إلى جودة الحياة للأشخاص. حتى الرياضة في البيت عندك أجهزة تقدر أن تساهم في عملية أن رصد كل الأشياء، كل البيانات اللي أنت تحتاجها، وتعطيك أشياء إضافية مختلفة. هني هذا أنت تختار الديزاين، نشوف أن كل حد يكون عنده مثلاً مثل هذا الحذاء، لا هني أنت تلون، أنت تختار الأشكال اللي تباها، وهي تعطيك الأشكال المختلفة والألوان المختلفة اللي تناسب ذوقك سواء كان للكاب أو للحذاء. يعني نشوف أن يعني جودة الحياة وسهولة الحياة وإسعاد الناس، يمكن هذه أشياء تقدر التقنية خاصة من خلال الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، إن تعطي يعني مدى أكبر للاستفادة منها. حتى أصحاب الهمم ما نسيتوهم. طبعا أصحاب الهمم دائما يكون لهم دور كبير في مشاركاتنا في جايتكس. هاي طبعا الكرسي المتحرك اللي من خلاله يقدر الشخص إنه يتحكم فيه من خلال الموبايل أو جويستيك اللي موجود هنا، أو حتى إنه يكون ذات القيادة يوصلك من مكان إلى مكان، وبالعكس خاصة في الأماكن المغلقة. الذراع الذكي طبعا خاصة الأشخاص اللي عندهم سواء كان شلل الإيد أو عندهم مشاكل في الأذرع الطبيعية، هذا طبعا شخص متطوع نفس يعني ما عنده ذراع، فقدر إنه يستفيد من هاي التقنيات إنه يتحكم في جميع الأصابع بالإيد، يعني عوضت على الأقل بعض الأشياء اللي فقدها. الحمد لله التقنية يعني قدرت توفر مثل هذه الخدمات لإسعاد البشرية. يعطيك العافية دكتور، ما قصرت، شرح وافي وجزاك الله خير. تسلم تسلم، تشرفنا بوجودكم في معرض الاتصالات في جايتكس. الله يسعدك، جزاك الله خير، مشكور.